زملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا أهلا وسهلا بكم في سلسلتنا الهندسية إنجينير ستوك، واللقاء 35. هذا اللقاء المميز مع عملاق التفاصيل الإنشائية. ما هو الجديد في برنامج تيكلا ستراكتشر؟ ماذا يخدم هذا البرنامج المهندسين، المصممين والمنفذين؟ ما هي أهمية هذا البرنامج؟ ما هي تطبيقات برنامج تكلا أو تكلا ستراكتشر تريمبل سوليوشن؟ لقاؤنا القادم مع الويبينار 35 يتحدث به كل من المهندس محمد خليل وجيمس هيك عن التطبيقات الجديدة وما هو الجديد في برنامج تكلا. تكلا يوفر لك الوقت، يحسب الكميات، جودة في المخططات التنفيذية، مما نصل لانعدام الأخطاء التنفيذية بسبب جودة المخططات المقدمة من تكلا. يوفر الوقت والزمن أو الزمن والجهد والأموال. محدثنا المهندس محمد خليل هو سينيور استراكتر انجينير من شركة تريمبل سوليوشن ميدل إيست، وأيضا السيد جيمس هيك هو المدير الأعمال بتريمبل سوليوشن ميدل إيست. زملائنا الحاضرين معنا باللقاء القادم سوف يحصلون على لقاء آخر لشرح مثال عملي مختلف عما سوف يتم عرضه في لقاءنا القادم إن شاء الله. إذن الذين يحضرون اللقاء يحصلون على تريننج آخر من شركة تريمبل سوليوشن ميدل إيست و برنامجها تكلا. إذن السبت القادم نراكم على خير إن شاء الله.